الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية الديناصور الصغير في المنام، والله أعلم، علامة على المنفعة الكبيرة التي ستأتي لصاحب الرؤية الفترة المقبلة. رؤية الديناصور الصغير في المنام تعني أن تكون إشارة على الخير القادم لصاحب الرؤية الأيام المقبلة. من يرى في حياته الديناصور الصغير، والله أعلم، علامة على وجود أشخاص ماكرين وعليه الحذر تلك الفترة. تدل رؤية الديناصور الصغير في المنام، والله أعلم، علامة على أزمة صغيرة يمر بها صاحب الرؤية وسوف تنتهي. والله أعلم، تدل رؤية الديناصور الأخضر في المنام، والله أعلم، علامة على الرزق الواسع الذي يحصل عليه صاحب الرؤية تلك الأيام. والله أعلم، تدل رؤية الديناصور الأخضر في المنام، والله أعلم، علامة على الخيرات القادمة لصاحب الرؤية تلك الأيام. رؤية الديناصور الأخضر في الحلم، والله أعلم، علامة على السعادة القادمة لأصحاب الرؤية خلال الفترة المقبلة. رؤية الديناصور الأخضر في المنام تكون إشارة على انتهاء السعادة التي توجد في حياة صاحب الرؤية تلك الفترة. من يرى في المنام أنه يقوم بأكل لحم الديناصور، والله أعلم، علامة على المنفعة الكبيرة التي سيحصل عليها تلك الفترة. رؤية أكل لحم الديناصور في المنام، والله أعلم، علامة على الانتصار على العدو الذي كان قريب منه تلك الأيام. أكل لحم الديناصور في منام التاجر، والله أعلم، علامة على المكاسب التجارية الكبيرة التي سيحصل عليها تلك الأيام. لحم الديناصور في المنام بشكل عام، والله أعلم، علامة على الرزق والخير القادم لصاحب الرؤية تلك الأيام. رؤية الرجل في المنام بيض الديناصور، والله أعلم، علامة على الأموال القادمة والرزق الواسع لصاحب الرؤية. والله أعلم، تدل رؤية بيض الديناصور في المنام، والله أعلم، علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤية تلك الأيام المقبلة. رؤية الفتاة العزباء بيض الديناصور في المنام، والله أعلم، علامة على السعادة القادمة في حياتها الفترة المقبلة. رؤية بيض الديناصور في المنام بشكل عام يكون دليل على المكاسب التي يحصل عليها صاحب الرؤية خلال الفترة المقبلة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة تبارك كل ليلة، فإنها تشفع لصاحبها إذا دخل القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.